اهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي بوابه مصر 2030، كل عام وحضراتكم بخير. يعني احنا داخل جمعيه احباب الكريم زي ما حضراتكم متابعين معانا عند الحاج عزيزه 2 طن لحمه لاسيادنا الغلابه. صباح الفل، نرحب بيك. صباح الفل، ازي حضرتك عامل ايه؟ ايه العظمه والجمال اللي انت بتعمليه؟ ربنا والله اللي بيعمل، يعني اللهم لك الحمد. يومين بتوزعي فراخ واكل ولحمه ووجبات وكده، النهارده بقى يعني الله اكبر. ايوه اشتغل فيها. ايوه 2 طن لحمه. بالصلاه على سيدنا النبي، احنا كل عام وانتم بخير. احنا النهارده بنستعد لتوزيع لحمه للعيد للناس الطيبه قبل الاضاحي. احنا عندنا الاضاحي يعني الاضحيه حاجه، واللحمه اللي بنوزعها دلوقتي حاجه ثانيه. يعني الله. ده غير لحمه العيد. ده غير لحمه العيد. هتتوزع ان شاء الله يوم الجمعه من 9 صباحا ان شاء الله، لا يقل عن 4000 اسره باذن الله تعالى. بسم الله ما شاء الله 2 طن كتير يا حبيبي. اللهم لك الحمد. جايبه يعني اللهم صل على النبي، بتقدري تجمعي ازاي؟ والله 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 احنا بنجمع تبرعات من اهلنا الطيبين اللي بيساعدونا متبرعين، وعلى قد ما ربنا بيرزقنا بنعمل الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. فبيقوم فريق البحث بفضل الله سبحانه وتعالى، كل واحد ليه البند بتاعه زي ما حضرتك شايف كده، اللي بيعبي اللي بيقطع. وان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله نبدا توزيع من يوم من الساعه 9 الصبح. امبارح شايفك بتوزعي كاسات وغسالات وثلاجات، ايه الموضوع؟ امبارح سلمنا عفش 27 عروسه من داخل الباب الحمد لله. اول بس كده انا قبل ما نتكلم عايز اعرف من حد عزيز، واحده خدامه والله. دورها ايه؟ يعني والله تطلعي كده تعملي حاجه يعني تخطفي قلوب الناس كلها. والله العظيم انا قصتي كلها ان انا واحده خدامه، ولا ليا ولا عليا، انا بقعد كده اهل الخير بيجيبوا لي النفحات، وما عليا غير ان انا بوصلها للناس الطيبه بس. يعني انا ولا حاجه، واحده خدامه. كلميني عن موضوع امبارح بقى. لا امبارح كان جميل، كان جميل. 27 عروسه استلموا كل واحده غساله وثلاجه وبوتاجاز، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بسم الله. مش قادر اقول لك الحلقه بالعرايس امبارح، وعرايس متعففه يعني ظروفهم صعبه جدا، مش قادر اقول لك كانت الفرحه عامله ازاي عندهم والله. اللهم لك الحمد. الحمد لله كل يوم جديد الحمد لله رب العالمين. يعني بتوزعي ازاي بقى؟ يعني بنعبي في الحاجات اللي انت بتعمليها. بنعبي في الاكياس بفضل الله، بنعبي في الاكياس، وبنبدا يوم الجمعه ان شاء الله بنعمل طابور. كل واحد احنا عارفين حالاتهم، يعني كل واحده تاخد النفحه بتاعتها وتمشي على طول. اللهم لك الحمد. بتقولي 4000 اسره حتى بكره، 4000 يوم الجمعه ان شاء الله 4000 اسره بنفسك هتيجي تصور وهتشوف الدنيا عامله ازاي. في بقى ناس حد بتبعت لها لغايه البيت؟ في ناس بيروح لهم لحد البيت. اه اللهم لك الحمد. طب دلوقتي في ناس يا حاجه بيشوفونا وبيكتبوا في التعليقات، احنا عايزين نعرف الحاجة عزيزه. انا قاعده يوم الحاجة عزيزه يعني عامله مائده طول السنه. اللهم لك الحمد. اللي عندي ياكل وينفع. احنا عاملين 2000 وجبه يوميا. اه بفضل الله. اه لاي حد مسلم مسيحي يخش ياكل في الخدمه ويمشي. اللهم لك الحمد. يعني في عز الحره حاجه بتقفي؟ ده نعمه والله، ده نعمه من ربنا والله. وبدخل دلوقتي حاليا وانت واحنا بنصور مع بعض شغالين، بندخل دلوقتي ميه في الفيوم. الفيوم بندخل 4 بيوت ميه في الفيوم حالا دلوقتي. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك في عمرك يا رب. كلميني بقى حاجه عن بتستعد للعيد ازاي بقى؟ يعني هنا بنستعد للعيد قبل الوقفه بيوم، يوم الوقفه بنجيب العجول بنصلي صلاة العيد عشان احنا عاملينها عجول طبعا. امال ايه؟ اه يعني لسه دول غير باذن الله. دي رقم واحد، صلاة العيد. نخلص صلاة العيد هنا الحمد لله بقى عندنا ساحة، احنا بنعزم مصر كلها تيجي تصلي عند الحاج عزيزة. صلاة العيد هنا عند الحاج عزيزة. صلاة العيد يا جماعة. اه طبعا بفضل الله بنوزع عيديات كمان على الناس. بنوزع العيديات ونبدا نذبح بقى على طول. نبدا نذبح باذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا، احنا داخل جمعية احباب الكريم هنا الحاجة عزيزة بقى يعني بتعمل عظم. يعني من أيام شفناها بتوزع 2000 وجبة فراخ. طبعا الحاجة عزيزة كانت ترند معايا وليا الشرف يعني أنا بصور معاها. فالنهاردة بقى هي يعني بتقول من حق البسطاء يعني ياكلوا لحمة في العيد. فهي هنا بتجهز لل4000 أسرة يعني لحمة العيد زي ما حضراتكم متابعين كده، وهنا الكل شغال اهو. طبعا الحاجه عزيزه بتعمل مائده رحمن طول السنه مش في شهر رمضان فقط. طبعا هنا كل واحد ليه دور. قد ايه بقى على الميزان؟ كيلو ولا قد ايه؟ مرحب بيك. اهلا وسهلا بيك. قول لي بقى بتحط قد ايه؟ انا بحط كيلو. كيلو كيلو كل كيلو كله اسمه.
كيلو لكل اسره. كيلو لكل اسره. اه من الساعه كام بقى بتستعدوا للموضوع ده؟ احنا بنستعد الموضوع ده من بقالنا دلوقتي 3 ايام، بنبدا من الساعه 8 لغايه الساعه 4 5 لغايه يعني الرجاله بتهنج بتتعبوا. بس الحمد لله والله ربنا مدينا الصحه. انا مبسوط اللي انت اه طبعا مبسوط، مبسوط جدا جدا جدا، مبسوط ان انا بعمل حاجه. وكل سنه وانت طيب حبيبي، ربنا يخليك. يعني مشاهدينا زي ما حضراتكم متابعين معانا، احنا داخل جمعيه احباب الكريم عند الحاجة عزيزة، يعني عاملة مائدة طول السنة وهو بتوزع 2 طن لحمة لأسيرنا الغلابة. خلينا انتظرونا في لايف آخر كما حضراتكم وليد جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.